مدينة بيت لحم، مهد السيد المسيح عليه السلام، ما زالت تتميز بصناعة التحف الخشبية المصنوعة من خشب الزيتون، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من السواح. تقريرنا التالي يصحبكم إلى بيت لحم. صناعة التحف من خشب الزيتون حرفة قديمة تشتهر بها بيت لحم، يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادي. فمن هذا الخشب تشكل منحوتات مختلفة تعكس جزءاً من حضارة وتاريخ فلسطين. من زمان احنا كان سيدي رحمة سيدي يشتغل في هاي الشغلة، فاحنا يعني ابويا كان بعده وبعدين انا جيت، فيعني احنا من اجدادنا تورثناها هاي الصنعة. كانوا زمان يشتغلوا بدون مواكن وبدون اشي على الايد، سنسيل ومش سنسيل. هلا في مواكن كوبي، في مواكن بربيج وهيك شغلة. بتجيب قرمية قرامي خشب زيتون، بنقص على المنشار على المدير، بعدين نركبها انا على الستروس نشتغلها، وبعد ما نشتغلها على البرابيج الحفر. ودهان وبدا يعني شغل، بدا تعب وجهد. حرفة يتقنها فنيون مهارة، يبدعون في إخراج تحف فنية من خشب الزيتون، تمتاز بروعة التصميم ودقة التنفيذ، لتزين محل بيع التحف المعروفة بالسنتوارية، وتباع للسياح من مختلف دول العالم، إضافة إلى كونها منتجا هاما للتصدير. صار لي حوالي 50 سنة توصلها. بميزها جمال خشب الزيتون. خشب الزيتون كشجرة مباركة في منطقة بيت لحم أو في فلسطين بشكل عام، وهي جميلة، شكلها جميل وعدة ألوان في نفس القطعة بتلاحظي فيها. معظم السواح بيجوا على أساس يتفرجوا على الشغل، بالإضافة أنه مطلوب، يعني مطلوب الخشب الزيتون والصدف عندنا بشكل أساسي، مطلوب يأخذوه كرمز لبيت لحم. هذا الفن الذي يعكس وجود الشعب الفلسطيني في الأراضي المقدسة يعد مصدر رزق للكثير من العائلات. من خشب الزيتون رمز الشموخ والسلام ينحت الفلسطينيون تحفا تؤكد على المكانة التاريخية والدينية لمهد السيد المسيح مدينة بيت لحم، من خلال ما تقدمه من تذكار لسائحيها. من مدينة بيت لحم المحتلة، نبال فرسخ، قناة رؤيا.